We shall never surrender. ما الرابط بين وينستون تشرشل وفرانكلين روزفلت وأنجلينا جولي؟ إنها لوحة منظر طبيعي رسمها وينستون تشرشل للدار البيضاء، حيث زار المغرب لأول مرة عام 1935 ورسم فيها 45 لوحة. Such an important painting. The first is that Churchill painted nothing. تكمن أهمية هذه اللوحة في عدة عوامل. أولها أن تشرشل لم يرسم شيئا في الحرب العالمية الثانية باستثنائها، لأنه كان مشغولا في إدارة المجهود الحربي. He had no time to paint except for this one painting. في مؤتمر الدار البيضاء عام 1943 اجتمع الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت ورئيس الوزراء البريطاني ليقررا نتيجة الحرب. كانت استسلاما غير مشروطا من دول المحور ألمانيا وإيطاليا واليابان. للوحة إذن معنى يتجاوز الصداقة بين الزعيمين. تشرشل painted it. تشرشل رسم اللوحة لروزفلت وبعد المؤتمر أهداه إياها. لم تكن فقط تعبيرا عن علاقة الصداقة بينهما، وإنما العلاقة الخاصة بين بريطانيا وأمريكا. ويقال إن تشرشل وضع انطباعه حول شمال إفريقيا في اللوحات التي رسمها هناك. رسم تشرشل برج مسجد الكتبية في مراكش، وعقب مؤتمر الدار البيضاء أخذ روزفلت إلى هناك وقال له: لا يمكنك أن تقطع الطريق إلى شمال إفريقيا من دون رؤية مراكش، ويجب أن أكون معك عندما ترى غروب الشمس على جبال أطلس. الكثير من لوحات تشرشل تستمد قيمة تاريخية من لماذا رسمت ولمن أهديت، لذا تعتبر أهم لوحة له. في المزاد أيضا لوحتان لتشرشل، واحدة لمراكش أهداها لقائده العظيم في زمن الحرب المشير مونتغومري، وأخرى لساحة القديس بولس في لندن. تقول الأخبار إن اللوحة من مقتنيات الفنانة الأمريكية أنجلينا جولي، ستعرضها للبيع في المزاد، ومن المتوقع أن يصل سعرها إلى 3,500,000 دولار، لكن من يمكن أن ينافس للحصول عليها؟ من المحتمل أن يأتي المشترون المهتمون من المملكة المتحدة والولايات المتحدة بسبب علاقة تشرشل وروزفلت، لكن يمكننا أن نرى اهتماما عالميا بكونها لتشرشل، وخاصة من الشرق الأوسط والشرق الأقصى. سيضم المزاد منحوتات ولوحات لفنانين بريطانيين معاصرين، لكن يبدو أن تشرشل متعدد المواهب الذي بدأ الرسم وهو في الأربعينيات من عمره، الحائز على جائزة نوبل للآداب والذي طغت شخصيته السياسية على فنه وأدبه، ستطغى لوحاته على المزاد الفني.